هيئة الاستثمار في عجالة الكلام سريعة. الأخير لحضرتك هيئة الاستثمار في الوقت الحالي حتى مع كل هذا الكم من الإجراءات والقوانين والقرارات، ومع ذلك في خلال أسبوع على الأكثر ممكن تستخرج كل التراخيص اللي أنت عايزها وفقا لقانون الاستثمار في الوقت الحالي. أما بالنسبة للمواطنين المصريين اللي هم مش المستثمرين الخارجيين أو المستثمرين المصريين، عندهم حاجة اسمها صندوق اجتماعي، فيها الشباك الواحد، في كل المكاتب كل حاجة. المكاتب اللي مطلوبة بدل ما تروح الضرائب وتروح التأمينات ده للمصري بس مش للاثنين، كل ده موجود بس ده في هيئة الاستثمار وده موجود في الصندوق الاجتماعي، وبالتالي عندك البدائل وعندك كل حاجة. احنا محتاجين بس ثورة فكرية، ثورة إدارية، ثورة في الإجراءات. دكتور أشرف العربي يعني ما هو برضه بيسعى طبعا بيسعى في هذا الموضوع، والأهم من ده كله دعم القيادة السياسية في هذا المجال. طول ما في دعم القيادة السياسية وحكومة أكيد الموضوع ده وفي دعم إن شاء الله. طبعا دعم واضح ومؤكد وصريح كمان، مش بس تورية أو مجرد خطب الود، لكن ده مؤكد وواقع. طيب.